اهلا يا اطفال، في حصتكم المفضله عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. اخر يوم احد في شهر مايو هو عيد الام، هو اليوم الوطني لتاسيس الكشافه الاسلاميه، اذا عيد الطفوله كذلك. اليوم سوف نتكلم عن شخصية وطنية اللي هو محمد بوراس. يا أطفال، بما أننا في هذا الفترة راح نحتفل باليوم العالمي للطفولة، وش رأيكم عمو يزيد لكم أغنية من حق الطفولة، صحة علم حب وحنان؟ يلا تغنوا كامل معي. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا، إلا حبوا يجوا يحضروا كما راكم معنا اليوم هنا، ما عليهم إلا يتوجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زر الآراء وملاحظات. الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونحميه من كل داء، لا نرضى أن يستعبد، وله الحق في الغذاء، ليبقى سليم الجسد، ونعامله بحب وحنان، لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.